يشرفني ويسعدني أن يكون معنا الليلة سعادة الأستاذ مختار نوح المحامي بالنقد والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بحضرتك. قلت لي أحرب أقول كده بس كل ما والكاتب طبعا وقريبا هيبقى والروائي أيضا، وإحنا عايشين في روايات يعني مش عارفة أقول عليها روايات رعب ولا روايات رومانسية ولا روايات تراجيدية ولا روايات هزلية كوميدية. هنسألك في تصنيف الرواية اللي احنا عايشينها أستاذ مختار. شرفني أيضا أن يكون معنا للمرة الأولى سعادة المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقد ووكيل أول نادي القضاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمحوا لي في البداية بس أن أنا أقرأ لكم خبر مهم قبل بقى ما نخش في تداعيات جمعة الحجارة أو أطلق عليها البعض جمعة البغل أو موقعة البغل. ليه؟ لا عشان ضربوا بعض اللي ضربوا بعض أطلق عليها البعض جمعة الحجارة. خبر مهم جدا عايزة أقرأ وأسمع تعليق السادة ونحاول أننا نعمل يعني مكالمة هاتفية لأنه خبر في منتهى الخطورة وأرى أنه يعني مؤشر لحالة من التردي التي يمكن أن نكون بدأنا أن نسقط فيها بسرعة كونكوردية. الخبر بيقول تهاني الجبالي تروي لبوابة الأهرام تفاصيل محاولة اقتحام مجهولين لشقتها والتهديدات الهاتفية بقتلها. تعرضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تعرضت لمحاولة اقتحام لمنزلها بجاردن سيتي بعد قيام مجهولين، اسمعوا بقى الحكاية دي والوصف، بتحطيم أجزاء من باب شقتها في الساعة 4:30 فجر اليوم الأحد عندما كانت داخل الشقة مع نجلها فقط. هنسمع تفاصيل الحادث من سعادة المستشارة. أولا معنا المستشارة تهاني جبالي على التليفون. أهلا وسهلا سعادة المستشارة. أهلا، مساء الخير يا دكتورة هالة. أهلا، ألف حمد لله على سلامتك وسلامة نجل حضرتك. شكرا جزيلا وتحياتي أولا للأستاذ مختار والكاتب المستشار. يعني سعادة المستشارة ماذا حدث بالتفصيل؟ والله يا استاذة هالة أنا يعني ما كنت أود أني أشغل بهذا الموضوع من قريب ولا من بعيد. إحنا لدينا يعني كثير من الأمور الهامة والكبيرة اللي تخص مصر كلها. معلش إحنا نود، أنا مش عارفة إصراركم على أنه كنت. هو اللي حصل أن أنا فجر يوم السبت، مش امبارح الحقيقة، يوم السبت فوجئت الساعة 4:30 صباحا. أنا كنت في شقتي مع نجلي في جاردن سيتي وهو كان مازال يعني صاحي بقى بالتلفزيون والفيسبوك وزي ما انت عارفه شبابنا يعني. أي. فهو فوجئ باثنين يعني مغطيين وجههم وعلى باب الشقه، شافهم ورا شرعه الباب لان عندي الباب فيه ازاز ورا الحديد يعني. أي. وفجاه حطموا الازاز بعنف وبداوا محاوله لاقتحام الشقه يعني. فهو يعني ربنا هداه راح طفي الانوار بسرعه ويعني تسلل من جنب المكان اللي كان فيه، دخل للمطبخ طبعا على طريقه ولادنا البسطاء اللطاف. جاب اكبر سكينه في المطبخ وجه في اوضتي وانا كنت يا دوب لسه بغفل، انت عارفه احنا كنا في ازمه كبيره وكنا مشغولين بيها كلنا. فاذا بي بيصحيني بيقول لي في ناس كسرت الباب وبتحاول تدخل الشقة. فأنا يعني نزل سكينة كده غريبة والله عليا يعني لله. قلت له طب ايه ده، ربنا ابن الحافظ. وأغلقت الباب الداخلي اللي هو بين أوضتي وبين بقية الشقة واتصلت بسرعة بالنجدة وبلغتهم، قلت لهم أنا يعني في شقتي وفي مجهولين بيحاولوا يقتحموها وإحنا يعني عايزين كنت تلحقوا تتصرفوا يعني. لكن كمان ربنا
الهامية، أنا جنبي مباشرة فيلا اللواء طارق مسعود وهو من ضباط الأحرار وأحد رجال المخابرات السابق، فاتصلت به بالتليفون ولحسن الحظ إن هو رد، لأن دي ساعة طبعا الناس كلها نايمة يعني. الرابعة صباحا أربعة ونص صباحا كده. فقلت له ست اللواء يعني في محاولة لاقتحام شقتي وأنا موجودة أنا وابني وحدنا وكده، وحاول تسألني في التصرف يعني. فهو مشكورا اتحرك بسرعه وجه يعني خلال الدقائق، كان يعني هو وحراسته الخاصه اللي معاه يعني جم، لكن كانوا تانيين هربوا يعني مشوا. وعلى ما يعني هو وصل كان الشرطه ايضا وصلت، شرطه النجده بجهه النقيب محمود اسماعيل ومعاه القوى، وكان عينه الموقف وعينه من الامور وخدوا بصمات وعملنا محضر وخلاص يعني. قلت يعني القانون ياخد وقته ونحاول ان احنا نحطها في دائره ان احنا يعني ما ننشغلش بيها كتير ونحاول ان احنا نتجاوزها كحدث يعني. الف حمد لله على سلامتك، وحضرتك ايضا بتتلقي تهديدات على التليفون مش كده؟ والله هي دي اصلها يا دكتوره هاله يعني في مساله التهديدات انا بقالي 3 أشهر بتعرض لمحاوله اغتيال معنوي، حضرتك عارفه اكيد يعني كثير من تفاصيله، وانا واجهته بالصمت لاني اعتبرت انه مثل هذه الصغائر يمكن ان تضيع وقت كل الاطراف حين لا يرتفعون فوقها لمستوى المسؤولية، وما حاولتش أرد عليها، ما ردتش على أي عدوان حصل عليه خلال الشهور اللي فاتت. جزء منها كان تهديدات على التليفون ورسائل وحاجات كده غريبة، وحتى أنا ما بلغتش أي جهة رسمية ولا غير رسمية، وما حاولتش حتى أن أنا أشغل أي جهة أمنية بهذه، كنت بمحيها مباشرة وانساها. لكن ربما لما حدث الحدث الأخير يعني اضطريت ان انا وانا بقول المحضر انبه لانها كان في تهديدات سابقه يعني في اطار انه اسهل ماموريه التحري والبحث بالنسبه للجهات الشرطيه والمسؤوله، لكن في نفس الوقت لابد اننا نؤمن انه يعني الحرف هو الله ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا طبعا، وان احنا الله كلنا خير حافظة. مؤمنين بالنهايه باروع شيء في الدنيا هو حبنا لبعضنا البعض. وانا عايز اقول لك حاجه تطلعك من الكابه هذه الاحداث، انه اروع رد فعل وبعتبره الوسام الاكبر في حياتي اني فوجئت بمظاهره من اخواتنا وحراس عمارات جاردن سيتي، وانت عارفه معظمهم من اهلنا في النوبه، وجولي كلهم مع بعض كده وجايين بقى محملين بما يستطيع ان يشيلوه عصيان ويشوموا، بيقولوا لي احنا بقى هنقعد بحراسك، احنا مش عايزين حد يحرسك، وعاملين دلوقتي يعني حرس خاص قاعدين تحت كل شويه مجموعه منهم تمشي ومجموعه تيجي وبيقولوا ما حدش يقدر يقرب لك واحنا موجودين. ده بقى الوسام ما شاء الله يعني الشعب هو بقى ده الشعب المصري الاصيل، اي انسان بيسعى لانه يؤدي واجبه ودوره مهما كان ممكن يختلف ويتفق فيه مع الاخرين. يعني دي هنقول ميليشيات تهاني الجبال من اهل النوبه الاعزاء، لا هم حراس العداله، حراس العداله بنشكرهم وبنوصيهم من كل قلبنا خلوا بالكم من سعاده المستشاره، والف حمد لله على السلامه، واحنا لنا معاكي ان شاء الله قريبا لقاء نقوم فيه بنظره شامله على الاحداث الجاريه في مصر الان، ونتمنى ليكي السلامه والتوفيق، وان شاء الله نراكي في اقرب فرصه ان شاء الله سعاده المستشار. شكرا يا فندم. هل دخلنا رسميا حادث سعادة المستشارة تهاني جبالي جمعة أو موقعة الحجارة، موقعة يعني في أحداث بنسمعها كده، النائب العام يقول وقالوا لي لا ما في أخبار صعبة لو ما قابلتش الموضوع هيبقى صعب هيتحول لشيء صعب، فما فيش داعي يعني لوحدك كده توافق، وبعدين يرجع يقول إنه اتقال له صراحة لو ما تركتش منصبك هناك
ده يعني قبل ده الكلام ده اتقال له الخميس، كان في الجمعه هتحصل مظاهرات، هتحصل مظاهرات ويمكن ان يتم معك ما حدث مع السنهوري. أيوه. حين دخل عليه الغوغاء بالأحزاب موجهين من وهذا التهديد مبطن بأنه يعني احذر يمكن أن يتم اغتيالك. أيوه. الوصول إلى شقة المستشارة تهاني الجبالي في الدور الرابع في جاردن سيتي والأبواب مغلقة وما نعرفش تسللوا إزاي وكسروا الزجاج وحاولوا الاقتحام الباب بالعافية، ده لازم نتوقف أمامه. هناك غرض، هل هو غرض تخويف، هل هو غرض الاغتيال يعني بتشر عنها، ماذا يحدث؟ هل سندخل زمن الاغتيالات؟ هل سندخل كما حدث في جمعة الحجارة زمن الميليشيات؟ يعني إرهاصات كده للميليشيات تبتدي وبعد كده الميليشيات نشوفهم بقى شايلين السلاح في شوارع ويقول لك ده نبقى يعني جزء من لبنان على إيران على سوريا. يعني الحقيقة ده شيء يقلق جدا. حادث آخر حدث قريبا وقرينا عنه في الصحف والجرائد تعرض اللي هو رئيس الدائرة رئيس الدائرة في مجلس الدولة اللي هي القادر بحل مجلس الشعب رئيس الدائرة خلوا بالكم رئيس الدائرة الذي أمر بحل مجلس الشعب تعرض للسطو مسلح وسرق بالإكراه. طيب احنا داخلين زمن العنف، هل سيتحول المصريون إلى حرب أهلية أو ميليشيات ترغم الناس؟ إذا لم تتفق معي في الرأي أو إذا اختلفت معي في الرأي سأرغمك بالإرهاب. كل ده في ضوء أمس خبر من بعض قيادات السلفية، مش السلفية المعتدلة، السلفية المتشددة، حتى لو تطلب الأمر إراقة الدماء في شوارع مصر سنفرض الشريعة الإسلامية، وكأنما نحن لا نعيش بالشريعة الإسلامية. يعني هم متناسين أو متجاهلين أن احنا عايشين بالشريعة الإسلامية فعلا. فأنا عايزة يعني نلقي نظرة ونربط بين حدث النائب العام، ما حدث للمستشارة، جمعة الحجارة، ما حدث وماذا يحدث في مصر. فدي بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة الحدث الأخير ده ما زالت اثاره حتى الان بتتوالى. يعني احنا بنعتبره ان ده من اهم الاحداث في تاريخ مصر، يعني لانه حدث ضد حتى المصلحه التي ينشدها الفريق الذي اتخذ هذا القرار الخاص بالنائب العام. بس هي القضيه عندنا الحقيقه ما كانتش قضيه النائب العام خالص. يعني القضيه في البدايه احنا عندنا قضيه اسمها استقلال القضاء. هذا الاستقلال بنبحث عنه منذ زمن بعيد وبندافع عنه منذ زمن بعيد، وكان المفروض بننتظر من المجلس الشعب اللي قعد 6 أشهر انه على الاقل تكون اولوياته هي القضايا المتعلقه باستقلال القضاء. لكن أنا مع ذلك لقينا أن المسألة مزيد من تقعير تركيع القضاء. قضية النائب العام في ذاتها قد أكون مختلف مع النائب العام، قد أكون متفق، مش دي القضية الآن. لكن القرار الذي ظهر من المستشارين الخطأ في الوقت الخطأ جعل القضية الآن تضطر الناس إلى الاصطفاف مع النائب العام، رغم أنهم قد يختلفون مع النائب العام. ليه؟ لأن القرار صدر في وقت خطأ وبطريقة خطأ. لأن القضية الآن بقت قضية القضاء، بقت قضية أنا عايز قضاء يبقى مزيد من الحرية للقضاء والاستقلال للقضاء، ولا عايز مجرد أغير شخص النائب العام. أنا لو كنت عايز مزيد من استقلال القضاء أنا ما أغير شخص النائب العام، أغير من تبعية النائب العام في التعيين لرئيس الجمهورية. مش كمان أجي في قضية عدم جواز العزل وفقا لقانون مستقر في السلطة القضائية وأنا جايب لحضراتكم حكم خالد للمستشار خالد الذكري يحيى الرفاعي. الحكم ده ابطل، مش ابطل قرار رئيس الجمهوريه، ابطل قرار بقانون. يعني ابطل قانون اصدره رئيس الجمهوريه وقال ان هذا القانون لا يعدو ان يكون مساله تنظيميه. ورئيس الجمهوريه ده كان مين؟ كان جمال عبد الناصر. في وقت طبعا القضيه نظرت وعاد المستشار يحيى الرفاعي بحكم قالوا ان مثل هذا القرار هو والعدم سواء. أي قرار يتعلق بالسلطة القضائية يعني القضاء تاريخه
بالزبط. واضح ومحدد ومستقل مستقل رئيس عليهم. جمهورية مش رئيس جمهورية أنا القضاء هو القضاء أنا عايز أقول لحضرتك دستوري مش قانوني أن هذا القرار الذي صدر بطريقة خاطئة ومن مستشارين أخطأ ولابد أن يحاسبوا خلى القضية الأساسية اللي احنا بندافع عنها اللي هي قضية البراءة في قضية الجمل أو موقعة الجمل اللي المتهمين الحقيقيين أو الأدلة الحقيقية موجودة لدى لجنة مشكلة أصبحنا مش عارفين نتكلم لأن السحابة اللي اتعملت في موضوع النائب العام غطت على الحقيقة اللي احنا كنا عايزين نطرحها معلش ما هو برضو كان لازم يبقى فيه توضيح أنه القضية دي ما كانتش معروضة على النائب العام عشان لما اتقال ان في المظاهرات نزلت اعتراضا على النائب العام عشان موقعة الجمل القضية كانت معروضة على قاضي التحقيق برضو وتحولت من وزير العدل برضو دخلنا في ماشي قالوا معاكي. ليه قالوا المظاهرات التعلل بنزول الاخوان المسلمين يوم الجمعة كان تعلل لانه نازلين عشان هو موقعة الجمل وطلع ان القرار بقاله 15 يوم طالع في اسمعك يا دكتورة برر خطأ بخطأ انا مش عايز ادخل في التفصيلة الصغيرة وانسى التفصيلة الكبيرة اللي عايز ينقذ القضاء المصري واللي عايز يساعده يساعده على الاستقلال انا عندي حتى هذه اللحظة مبادئ مؤتمر العدالة ما اتطبقتش ما جاتش عندي لغاية دلوقتي سنتين هم من الثورة داخلين في السنتين وست اشهر من البرلمان وثلاث اشهر من الرئاسة ومحدش فكر انه يعدل النصوص التي تجعل تبعية النائب العام الى رئيس الجمهورية في التعيين ليه؟ لان في حرص على اعادة الشكل الدكتاتوري مرة أخرى على هيئة النصوص حضرتك تجد حتى السمة اللي في الدستور الجديد سمة تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية القرار اللي صدر ده أفقدنا أشياء كثيرة جدا طبعا الدكتور مرسي له مستشارين مش عايزين نلوم الراجل ولا عايزين نحمله أكثر مما يستحق أنا عايز أمسك المستشارين اللي عملوا كده منذ أن بدأ الدكتور مرسي مرحلته هم بيدخلوه في خمس معارك كلها ضد القضاء كأن الدكتور مرسي جاي أظهروه بهذا المظهر كأن الدكتور مرسي جاي علشان القضاء بالذات ما عندوش معركة تانية ما عندوش معركة اقتصاد في 90 يوم للدكتور مرسي خمس معارك ضد القضاء مع الدستورية مرة مع الإدارية مرة مع الجمعية التأسيسية مرة مع الإدارية العليا مرة مع البرلمان مع النائب العام دول كلهم في 90 يوم مستشارين يدخلوه بعدين بعد كده يظهرونا بمظهر المتخبط مره يقولوا ده قرار ما صدرش اصلا بعدين مره يقولوا ده المجلس الاعلى للقضاء التمس نرجع في القرار قال طب ما دام ما صدرش هنرجع فيه ازاي وبعدين يجوا بعد كده يقولوا المجلس الاعلى للقضاء ما التمس بعد كده المستشار فؤاد جدال يقول لا المسؤولين عن هذه الاحداث هم الاخوان مكي يجي الاخوان مكي يقولوا لا ده الموضوع اتفهم غلط من الاعلام هذا التخبط هل من المصلحة أن تظهر رئاسة الجمهورية بهذا الشكل الضعيف ومين المستشارين اللي بيتعمدوا يظهروا الدكتور مرسي بهذه الصورة الراجل لا له علاقة لا بالقانون ولا أرى قانون مجلس الدولة ولا أرى أحكام مجلس الدولة ولا له علاقة بقانون السلطة القضائية لازم المستشار اللي جنبي يقول له خد بالك هذه المنطقة كهرباء خطر اوعى تقترب منها ليه؟ لأن دي كيان مصر طب ما في تجربة سابقة لما أصدر قرار بإعادة مجلس الشعب ما انا بقول لحضرتك خمس مزالق وحضرتك ما خدتش بالك من كلامي ما انا قلت لحضرتك ما خدتش بالك من كلامي بقول لك خمس وقائع خمس تصادمات 90 يوم ما انا بقول لحضرتك اهو الخمسه انا عايز اقول لحضرتك اسف المقاطعه اليوم السابع بتقول لك بقى المانشيت بتاع اليوم السابع بيقول القضاة يخططون لمواجهه جديده مع الرئيس حضرتك بتقول خمس مصادمات ده هنا طبعا حضرتك لسه جاي من انا بدات احافظ على الخبر يعني خططوا ده عمره ما بيخططوا حضرتك ترد عليه مين اللي كاتب اليوم هنقول لحضرتك الخبر حالا اديه لك عشان تبص فيه على ما يكمل الاستاذ اتفضل يا فندم اي اذا هذا القرار في هذا التوقيت بذلك الشكل عمل ايه الانظار كلها تحولت الى ازمه اخرى غير الازمه الحقيقيه ما بدأناش نبحث عمليه تجديد اهداف الثوره لا دي ازمه جت علشان تعمل غبار تغطي على الموضوع المهم انا بقول لحضرتك ان في استراتيجيا انا عايز الدكتور مرسي يعيد التفكير جيدا في المستشارين الخاصين بسيادته
ليه بقى؟ أنا شايف أن المستشارين اللي معاه في 90 يوم دخلوه في 5 أزمات وأظهروه بمظهر الرجل المتطلع إلى تجميع السلطات، لا سيما وأنه أصدر قرارا معدوما. إزاي أنا أوقع رئيس جمهوريتي في أنه يصدر قرار معدوم من سلطة غير مختصة؟ فين؟ فين؟ بعد 4 مواقع كاملة مع القضاء في 90 يوم أختار له هذا الوقت عشان أدخله في مصادمة مع النائب العام، علما بأن منصب النائب العام لا يتطلب منا إلا حاجة واحدة بس، الاستقلال عن رئيس الجمهورية. أنا أريد، الذي يريد أن يفكر في نائب عام يحقق القضايا ويمحصها لابد أن يفصل بينه وبين رئيس الجمهورية، مش يضيف إلى سلطة التعيين كمان سلطة العزل التي لن تكون ولن يوافق القضاء على ذلك. أنا أعرف القضاء كويس أو أعرف طريقتهم في الدفاع عن استقلالهم، لأن أنا شفت يحيى الرفاعي وعصرته وكنت شاب صغير وعرفت قد إيه القاضي ممكن يدفع حياته في سبيل استقلاله. أنا بهدي الإخوة المستشارين للدكتور مرسي الحكم الصادر في هذا الطعن، اللي هو الطعن الخاص بالمستشار يحيى الرفاعي، الطعن رقم 21 لسنة 39 قاف. الطعن ده يا دكتورة لازم يدرس لكل الناس علشان يعرفوا. ده مش اللي عاقب مذبحة القضاء، اللي عاقب مذبحة القضاء دي احكام. لا انا مسكت ده كل قضاء لان يحيى الرفاعي هو استاذ المستشارين اللي اختارهم الدكتور مرسي، اللي هم بيقولوا بنقتدي بيه، اللي هو اعلن، اللي هو اعلن في بدايته مستشار وزير العدل ونائب وزير، قال ان انا على طريق يحيى الرفاعي وعلى طريق مؤتمر العداله واذعنا هذا الكلام. كان ضحايا المذبحه دي يعني، انا بقول لحضرتك الحكم ده صادر لصالحه، صادر صالح المستشار يحيى الرفاعي مش من المستشار. طب صدر قال ايه؟ قال اول حاجه اعتبار القرار الجمهوري يا دكتوره المساله دي مهمه، والقرار بالقانون رقم كذا كانه لم يتم اللي اصدره رئيس الجمهوريه. وقال مبدا القضاء غير قابلين للعزل ومن في حكمهم، القرار بقانون رقم 3269 منعدم اذا اصدر رئيس الجمهوريه قرار او حتى قرار بقانون يعتبر منعدم اذا تعلق بالسلطه القضائيه. الحكم قال في النهايه الاتي، ده الحكم الصادر لصالح يحيى الرفاعي. طب انا جايبه ليه؟ ما هو استاذ العداله، استاذ استقلال القضاء اللي احنا بنطمع الان في تطبيق المبادئ الخاصه بتاعته. انتهى الحكم الى الغاء قرار رئيس الجمهوريه والغاء قرار الجمهوري رقم 1603 لسنه 69 وقرار وزير العدل رقم 927 فيما تضمنه من احاله الطاعن المستشار يحيى الرفاعي الى المعاش، مع انه ساعتها كان قاضي صغير وكان يدوبك بقاله 10 سنين في المحاكم الابتدائيه. اذا اللي انا عايز اقوله ان المناخ اللي بيتصنع الان هو اللي ممكن يؤدي حتى في طريقه النقد. حضرتك لما تلاقي واحد بيعلق على حلقه او بيعلق على مقال، التعليق بقى فيه عنف شويه، التعليق بقى فيه عنف، المناخ اللي موجود مناخ عنف، وده بيضعف من هيبه الدوله وبيضعف من تماسك الامه. واخشى ان احنا نسقط في سنه اولى ثوره وما نقدرش ان احنا نوزن الامور، ودايما نخلي الناس يقولوا يعني ان الناس دي مش كفء لإدارة البلاد بأيديهم. هي دي النقطة اللي أنا عايز أركز عليها في البداية. حضرتك برضو ما ردتش عليها، سندخل في زمن العنف، هرجع لك بعد ما نسمع ساعة المستشار. اتفضل يا فندم. وحضرتك قادم من الجمعية العمومية، والخبر اللي حضرتك اعترضت على المانشيت في اليوم السابع بكرة. لا لسه هنتطرق له يعني. بس مبدئيا أنا سألت إن هندخل في زمن العنف أو مش هندخل في زمن العنف. إحنا اللي يهمنا في المقام الأول الأزمة بتاع أزمة النائب العام والسلاسة ليالي السوداء اللي عاشها قضاء مصر وعاشها قضاء مصر في ظل قرار غير مسبوق وقرار غير منطقي وغير قانوني. السيد المختار بيقول ان قانون السلطه القضائيه يعني طبعا هو اكيد عالم بهذا، النص على عدم قابليه القضاه والنيابه العامه باعتبارها سلطه من او شعبه من شعب السلطه القضائيه، النص في الدستور. وعشان كده القرار الجمهوري هنا حتى ان كان بقرار بقانون فما دام خالف الدستور يعتبر من عدم ويعتبر كان لم يكن منذ اصداره، وده السبب كان في الاحكام اللي حصلوا عليها كافه المستشارين اللي خرجوا في مذبحه القضاه، ان الدستور من دستور 23 منصوص على عدم قابليه القضاه للعزل، وبناكد على ان عدم قابليه القضاه للعزل ما هياش ميزه يتمتع بها القضاه او امتياز بيمنحه لهم الدستور او المجتمع او القانون، لا ده لصالح المواطنين جميعا. ان هو ده تفعيل مبدا الفصل بين السلطات. يعني ايه مبدا الفصل؟ على فكره كمان
مبدا الفصل بين السلطات مش على اطلاقه. ده مبدا الفصل بين السلطات وضع وقصد به اصلا حمايه السلطه القضائيه تحديدا من جور وتغول السلطه التنفيذيه ومن جور لان السلطه التنفيذيه بتخضع للسلطه التشريعيه في صوره طلبات احاطه استجوابات. السلطه التنفيذيه بتخضع للقضاء او للمحكمه للسلطه القضائيه في صوره احكام او تقاضي او دعاوى مرفوعه منها او عليها. فيعني كلا السلطات في بينهم صلات والسلطه التنفيذيه القضائيه من حقها انها تحقق مع السلطه التنفيذيه. بالظبط. طب ازاي انا هحقق معاها وابقى هي السلطه وهي تتحكم فيا؟ فعشان كده احنا يعني الموضوع من عدم قابليه العزل ده قصد بحمايه السلطه القضائيه واعطاء السلطه القضائيه من جور وتغول السلطه التنفيذيه. لان يعني قد يكون الرئيس الحالي راجل تقي وبيعرف ربنا، لكن من ادرانا ان من سياتي او على راس الحكم فيما بعد هيلتزم او هيفعل مبدا الفصل بين السلطات من غير نص عليه. فدي فجاء قرار انا لغايه الان اقسم بالله في صدمه. انا مش متخيل ان في واحد في الدنيا يقدر يشور على رئيس الجمهوريه، رئيس جمهوريه منتخب في مستهل دوله قانون، في يعني دوله قانون يعني طمح بها واحلم بها الشعب المصري على مدى عصور، وجاي رئيس منتخب وللرئيس ولكل المصريين و و و وانت تشور عليه بدي ازاي؟ انا نفسي افهم. انا لو لابد ان يكون له وقفه فعلا زي ما قال الاستاذ مختار، لابد ان يكون له وقفه مع كل مستشاريه ومع كل من حوله، لانه دول غير يعني غير حريصين عليه. دول يعني ازاي انت تقدم على حاجه زي دي ما اقدمش عليها يعني اكبر دكتاتور في اي دوله، مش في مصر بس، اكبر دكتاتور او مستبد في اي دوله، ان هو بجاره قلم يلغي مبدا دستوري ازاي؟ دي انا مش قادر اتخيل لغايه دلوقتي. طبعا احنا فوجئنا، هم صحيح حاولوا انا يعني استجابه لرغبه النائب العام، احنا ما كناش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني، بس انا اللي جرينا اليه الاستاذ مختار، لان هو خلاص الموضوع احنا اعتبرناه انتهى عند هذا الحد. بس برضو زي ما الاستاذ مختار بيقول ان التوابع وكيف نامن عدم تكرار مثل هذه المواقف اللي اتكررت ففي مدى 90 يوم فعلا على في خمس حالات. افظاهم حاله لا عوده المجلس، اعاده مجلس الشعب بالاداره واعاده مجلس الشعب دي برضو كانت سابقه خطيره. اعاده مجلس الشعب قضي بمحكمه الدستور العليا بعادته، يعني برضو في مخالفه لكل مبادئ الدستوريه، وثم تلاها اقاله النائب العام. يعني الازمه اللي بيصنعها مستشار الرئيس او من حول الرئيس، لان هم ما نقدرش نقصر الامر على مستشاروه، لانه قد يكون مستشاروه الامر تاه بينهم. يعني هذا يلقي باللعب التهم على ده وده بيلقي التهم على ده. خطوره الموقف اللي فعلا زي ما بيقول التهديدات والحديث الغير طبيعي اللي صدر من وزير العدل او من مستشار حسين الغرياني اللي حسب ما رواه النائب العام، يعني انا لابد ان مش عارف. طب اقول لهم ايه؟ افكرهم بالقانون؟ افكرهم زي المستشار المرحوم المستشار يحيى الرفاعي؟ افكرهم برموز وشيوخ هم انفسهم اللي علمونا ان هم دول اساتذتهم من بدءا من ممتاز نصار الله يرحمه وعباس باشا فهمي يحيى الرفاعي؟ افكرهم بمين ولا مين يعني؟ ولا اثناء وجودهم معانا وما كنا نتوسم فيهم من حرص على المبادئ، من سعي لاستقلال القضاء، من هو بس سعي لاستقلال القضاء ايام عصر مبارك؟ يعني هو مبارك بس او النظام السابق بس هو اللي كان متخاف منه على القضاء، واي حد تاني او اي عصر تاني او اي حاكم تاني مش هنخاف منه على القضاء؟ فبالتالي مش مشكله بقى استقلال القضاء بالنسبه له؟ يعني مش قادر افهم ازاي ناس كانت بتسعى الى وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ والتفعيل يعني يصدر عنهم هذا. على كل ان احنا تجاوزنا هذه الازمه بما انتهت اليه واستجابة لرغبة النائب العام، لأن هو لا يرغب في الحديث فيها. وإحنا بالمناسبة برضو وإن كانت تسببت لنا في ألم ومرارة لمدة أيام، لكن برضو إحنا بنوجه الشكر للسيد الرئيس الجمهورية، لأنه على الأقل هو كان أفضل من مستشاروه. يعني هو بالعكس هو والحق أولى أن يتبع والعودة إلى الحق فضيلة. وحين عالم بتفصيلات الموقف وملابساته وان النائب العام ما استقالش وما قابلش المنصب الاخر، اعادوا الى منصبه او
أبقى في منصبه كما هو، فدي برضو تحمد له وتشكر. وفعلا احنا بنحييه وبنقدره، وقضاة مصر فعلا بيقدروا هذه، لانه منها لمسوا انه لم يكن على علم ولا على دراية بكل ما احاط بموضوع من الملابسات. لا ما انا ما بس احنا مؤقتا ما انا عشان كده بنقول لابد لها ان يكون له هو وقفة مع مستشاري. اما جمال عمومية النهاردة اللي اخذ النادي فدي كان يعني دعينا اليها، دعا اليها نادي القضاء على اثر الازمه اللي حصلت بعد اجتماع عاصف او عاجل تم لا اراديا وعفويا القضاء انهمروا على نادي قضاء النهر في موقعه في العجوزه مساء يوم الخميس لتعدوا الالاف وحدهم سعوا وحدهم كده مجرد كل اللي ارى الخبر ده على لا ده انا بتكلم على يوم الخميس يعني يوم الخميس كان الاف جم نادي النهر مجرد كل اللي ارى قاره النهر العام كله صدم وكنا دعينا جمعيه عموميه غير عاديه ولما جاء حصل امس لقاء بين النائب العام ومجلس القضاء الاعلى والسيد رئيس الجمهوريه وتم احتواء الموقف وانهاء الازمه بالشكل ده فضلنا برضو الابقاء على جمعيه عموميه غير عاديه ليه برضو عشان توضيح الموقف ويعني مناقشه الزملاء فيما نتلافى به او الجميع يتلافى به ويتفادى به تكرار مثل هذه المواقف ولابد ان يكون يعني واحنا في الجمعيه العموميه يعني اكتفينا بمناقشه هذا يعني هذه الازمه من نهايتها مش من بدايتها عشان احنا خلاص برضو استجابتنا للنائب العام لانه عارفه تكرار الكلام فيها امر مؤلم له ولينا فاحنا حبينا ما ننهي الموضوع عند هذا الحد وانتقلنا الى الهدف الاسمى والاهم وهو وضع السلطه القضائيه في اللجنه التاسيسيه هو بس ده بقى عايزين كمان بس بس العنوان الصادم ده بتاع اليوم السابع القضايا يخططون لمواجهه جديده مع الرئاسه مش متامرين ولا يخططون لمواجهه جديده ولا هو المواجهه على فكره احنا كل المواجهات اللي فاتت فرضت علينا احنا ما كناش مستشار محمود الشريف بيقول عموميه القضاه ناقشت وضع السلطه القضائيه في الدستور وضمانات استقلال القضاء واعتقد ان هو ده المهم ان احنا الدستور واضح ان هو طالع من غصبا عن عينينا الاثنين يعني مش هنقدر نعمل حاجه لا مش شرط مش شرط ازاي اذا كان لو صدر حكم بحل الجمعيه التاسيسيه برضو الرئيس من حقه ان هو يخليها تستمر بنفس التشكيل الحالي وعلى ضوء اللي احنا شايفينه ده شكل ان الدستور طالع فكيفيه بقى حمايه السلطه القضائيه في الدستور وضمان استقلال القضاء ده مستشار محمود شريف قال النهارده ده عنوان وايضا من جانبه قال رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار محمد ممتاز متولي انما تردد عن تقديم المجلس التماسا لرئيس الجمهوريه للابقاء على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في منصبه هو وصف غير صحيح مشيرا الى انه لا يجوز للمجلس ان يقدم الالتماسات من الاصل يعني كان بعض المواقع الاخباريه وبعض الصحف نشرت ان وما اعرف برضه بعد من يريدون ان يلقون بالزيت على النار وكان لا يرغبون في الازمه ان تنتهي قالوا ان مجلس القضاء الاعلى ان الموضوع انتهى بتقديم مجلس القضاء الاعلى التماس للساده رئيس الجمهوريه لانهاء الموقف التماس بماذا يعني انا عايز افهم قرار منعدم منذ صدوره لانه مخالف لمبدا دستوري ونص دستوري ونص في قانون السلطه القضائيه التمس اعفائي منه ازاي اذا كان هو اذا هو قرار اصلا منعدم وغير موجود وغير قائم ونحن والنائب العام نفسه يوم السبت كان في مكتبه رغم صدور القرار اذا كيف النائب العام يكون في مكتبه رغم صدور القرار ومجلس القضاء الاعلى يتوجه لرئيس الجمهوريه عشان يتقدم له بالتماس امر طبعا كان غير منطقي هو كل ما في الامر ان مجلس القضاء الاعلى تحدث مع السيد رئيس الجمهوريه والنائب العام كان في حضور النائب العام وتم توضيح الموقف هل هو النائب العام قابل المنصب الاخر هو السفير مصر في الفاتيكان ولا ما قبلوش والنائب العام قال له لا انا ما قابلتش هذا المنصب ولن اقبل هذا المنصب وانا حريص على بقائي في منصبي وقال له هذا المنصب الا بالموت او الاغتيال بالظبط ومجلس القضاء الاعلى صادق على هذا وصادق على ان باعتبار النائب العام عضو في مجلس القضاء الاعلى بصفته كنائب عام فصادق على كلامه وصادق على ان مجلس القضاء الاعلى اللي هو يملك القول بان النائب العام او ابعاد النائب العام او لا او عدم ابعاده تمسك بالنائب العام
وبالتالي هو كل ما في الامر ابديت الامور او وضحت الصوره ووضحت الامور ولم يكن هناك التماس ولا 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 يعني ما اعتقدش ان شيوخ القضاء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ونواب مجلس القضاء الاعلى واعضاء مجلس القضاء الاعلى لا يتقدمون بالتماس لاي احد لاي احد لو فيها روحهم او روح القضاء كله ليه يعني يتقدموا التماس كل ما في الامر هو شرح للموقف طلب بان الموضوع ده ينتهي عند هذه الحدود ويبقى النائب العام في منصبه وهذا ما حدث يعني. هنيجي لحضرتك استاذي بس معانا مكالمه هاتفيه من سعاده المستشار ابو بكر الهلالي رئيس محكمه الاستئناف بالاسكندريه وعضو مجلس القضاء الاعلى السابق. اهلا وسهلا سعاده المستشار. حضرتك وطي التلفزيون بس وطي التلفزيون. اهلا مساء الخير يا دكتور هال. اهلا يا فندم. حضرتك يعني لك تعليق ومداخلة على الأحداث الجارية وما شاهدناه وساعات المستشار عبد الله فتحي بيقول خلاص الموضوع هيتقفل والقضية يعني لن يتم فتحها مرة أخرى وسعادة النائب الدكتور عبد المجيد محمود باق في منصبه. حضرتك ليك تعليق على ما حدث تفضل. انا اولا تحياتي لضيوفك الاعزاء الاستاذ مختار نوح والمستشار عبد الله فتحي الزميل العزيز. السلام عليكم. سمعنا وانا يعني عايز اوضح نقطه ما حدش عرف يفهمها ابدا. ايوه. القرار اللي كان معد للنائب العام هو تعيينه سفيرا في الفاتيكان. قانون الخارجيه بيحدد سن التقاعد للسفراء بستين سنة. والمستشار النائب العام عبد المجيد محمود سنه 67 سنة. فيعني لا يجوز له انه يعمل في هذه في هذا المنصب. يعني حضرتك يعني ده كلام خطير جدا. يعني معنى حضرتك الكلام ده انها كانت خطة مؤامرة. مؤامرة؟ انا مش عايز اقول الكلام ده لان انا دايما بغلب حسن النية. انما طبيعي الامور ان لما يصدر هذا القرار وزي ما انت طلعت امبارح في المصري اليوم ان هو من 15 يوم تم تقديم الاوراق تم تقديمه وقبل للفاتيكان يعني وقبل التعيين. فالخطوره بقى ان لو كان استمر هذا القرار ومعالي النائب جه ينفذه لما هيروح الوزاره عشان يروح يستلم في السفاره هيقولوا له يا فندم ده انت سعدت السن وما ينفعش في سفير يبقى عنده 67 سنه. ما الوضع في هذه الحاله؟ هذا الوضع يبقى فيه ايه؟ يعني انا عايز اعرف من لم يفكر في هذا؟ يعني مستشارين اجلاء موجودين مع محمد. يعني انا طبعا بجنب الدكتور مرسي اي خطا في هذا لان هو رجل مش راجل قانون اولا، هو راجل عالم ومش راجل قانون واستنجد او استخدم مستشارين كبار وفي القضاء وفي غير القضاء. اي موضوع بيعرض عليه كان لازم يبحث من جميع جوانبه ومن جميع نواحيه ويعرضوه عليه خالص. حضرتك كده فجرت قنبله اخرى. يعني ما هو انا عايز اعرف ازاي هم طلعوا هذا القرار. هل عرضوا على الدكتور مرسي ان هو تعدى سن المعاش في الخارجيه؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش ان الدكتور مرسي كان يصدر قرار ويعلم انه لا يجوز انه يعمل سفير وعنده سنه 67 سنه. ايوه. فهي دي الفكره اللي خلتني يعني مصدوم وصدمه جامده جدا ان كانت مدبره. ايوه. انما انا بغلب حسن النيه على اعتبار ان المستشارين دول كلهم زمايلي وتلامذتي. كلهم يعني اللي موجودين. فأنا بس حبيت أقول كده. إنما أنا طبعا متضامن تضامن كامل مع ما قاله الأستاذ مختار نوح في 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 كل النواحي اللي اتكلم فيها والسلطة القضائية والآخره ومع المستشار عبد الله فتحي. ويعني تضامنا مع النائب العام لأنه هو زميل عزيز جدا عليا وصديق. فأنا بأنهي هذه المكالمة لهذا لحد الحد حتى لا نخوض في أكثر من ذلك. لبناء
على رغبه المستشار نجيب محمود عبد العزيز محمود. شكرا شكرا سعاده المستشار ابو بكر الهلالي رئيس محكمه استئناف بالاسكندريه، وان شاء الله نرى حضرتك قريبا باذن الله. تعليقك يا استاذ المستشار، ده دلوقتي فتح لنا جانب اخر. هل القصه كلها كانت يعني لما نحط حاجات جنب بعضها كده، لو كان اتقدم بالفعل كما ذكر المصري اليوم والعهد على المصري اليوم ان تقدموا باوراق للمستشار عبد المجيد محمود كسفير في الفاتيكان وتمت الموافقه عليه، وبعدين اللي بيقوله دلوقتي سعاده المستشار بكر الهلالي دي مؤامره مدبره ام سهو؟ ما احنا اصلا عندنا الوقت اليومين دول كلمتين، زله لسان وسهو. هو الهدف هو او الاعلام السابق، الهدف ابعاد النبي العام. او الاعلام هو الهدف كان تعينه في تعينه في الفاتيكان، يعني الفاتيكان كان ينقصها سفير كان واضح الهدف ايه. يعني هو ابتداء لولا المناخ اللي صنعه هذا القرار المنعدم احنا كان عندنا 2000 اقتراح ممكن نقولهم للدكتور مرسي علشان انقاذ قضيه الشهداء وقضيه موقعة الجمال، وهي كلها اشياء موضوعيه ومن صلاحيات ومن سلطاته. ومساله خلافنا او موافقتنا من موضوع مش النائب العام، انا ما بتكلمش على شخص النائب العام، بتكلم على القضاء. انا بتكلم على القضاء ان شخص النائب العام انا ما بتعرضلوش خالص، واحترام الدستور وفي نفس الوقت يعني قد اختلف معه حتى السماء، لكن لما يجي يحصل اعتداء على المنصب بقدسيته بقامته لا لازم ادافع عن المنصب بغض النظر عن اي شيء اخبار. بالعكس انا بقول ان السلطه القضائيه مش متحققه لا في عصر مبارك ولا في عصر الدكتور مرسي ولا في عصر حد. السلطة القضائية لابد أن تستقل استقلالا كاملا يضمن لي أنا شخصيا أنه ما يتوجهش، أنه ما يتأثرش عليه، أنه ما يتعرضش لأي صورة ولا علاقة له حتى بوزير العدل ولا علاقة حتى له بوزير الجمهورية. السلطة القضائية دي حاجة لابد احنا أنا بعتبرها من ضمن الفقهاء اللي علمونا السلطة القضائية مش سلطة من ضمن سلطات الدولة، دي هي الرقيبة على سلطات الدولة هي الأعلى. التقديس ده ما أظهروش الناس للرئيس مرسي في البداية وزي ما قلنا هو بشر وعايز مستشارين بل بالعكس اللي أنا شايفه دلوقتي في نبرة في الإعلام للدفاع بقى عما حدث بدأت تتعرض للقضاء بطريقة غير لائقة. يعني مثلا على سبيل المثال واحد بيقول إيه يعني هو القضاء ما فيهوش فاسدين، هو القضاء يا سيدي فرق فرق أن تتحدث عن مؤسسة وفرق أن تتحدث عن أشخاص. كل حاجة القضاء فيه فاسدين لا، وفي كمان التفتيش اللي بيطلع الفاسدين، في العناصر اللي بتنقي هذه المؤسسة، في قضاء بيطهر نفسه بنفسه في قضاء لكن كل شيء ما يتخذش على محمله. أنا لما قلت المحكمة الدستورية في يوم من الايام يا دكتوره الشريعه الاسلاميه احنا ما كناش نعرف عنها حاجه، الحقيقه ان احنا اللي قعدنا نتشدق بالشريعه الاسلاميه سنوات المحكمه الدستوريه هي التي وضعت لنا ما هي الشريعه الاسلاميه، وهي التي نقت القوانين من الشريعه من المخالفات للشريعه الاسلاميه. انا عايز اخواننا اللي بيطالبوا بالشريعه الاسلاميه يقروا 98 حكم المحكمه الدستوريه بتدافع عن حق الانسان وفقا للشريعه الاسلاميه. اذا المؤسسات القضائية احنا لابد ان احنا نتمسك بيها ونتمسك باستقلالها، ونقول حاجة بقى ان الالتماس كلمة الالتماس اللي اتقالت على لسان البعض لا دي ضد استقلال السلطة القضائية. يا فندم السلطة القضائية لا تلتمس، السلطة القضائية تفصل. يعني ما اقدرش اقول ان انا علشان حطيت الرئيس في مأزق فعايز اخرجه من مأزق اقول ان السلطة القضائية والمجلس على القضاء التمس، لا يا سيدي انت رجعت تاني تحط لي الكوره بره الملعب، الكوره بره الملعب لا انا مش موافق. المجلس على القضاء لا يجوز ان انا اقول التمس عشان ادافع عن هيبه القضاء. ايوه. عن هيبه الرئاسه. طيب هو حضرتك وانت في النقطه دي وصلنا دلوقتي من المتحدث الرسمي للرئاسه الدكتور ياسر علي بينشر خطاب الاعلى للقضاء لمرسي بينشره وهننزله على الشاشه عشان كلمه الالتماس دي اعتقد انه نشوف كده كلمه الالتماس ان بنلتمس او بنطلب. نشر الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه صوره بخط اليد للخطاب المقدم من المجلس الاعلى للقضاء الى الرئيس محمد مرسي على صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي لحل ازمه النائب العام، وفيما يلي نص الخطاب: سياده الدكتور رئيس الجمهوريه حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بناء على دعوه كريمه من سيادتك لمجلس القضاء الأعلى
فيعني الدكتور مرسي هو اللي دعا مجلس القضاء الأعلى. فقد تشرفنا بالحضور إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث تقابلنا مع سيادتكم والسيد مستشار نائب رئيس الجمهورية، وتم تناول ما أثير في وسائل الإعلام حول السيد المستشار النائب العام، وقد عرض السيد النائب العام الموضوع بكامله وأرجع ما تناولته وسائل الإعلام بشأن ظروف وملابسات صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه سفيرا إلى حدوث لبس في فهم موافقته، وأعرب عن رغبته في الاستمرار في منصبه الحالي. ومجلس القضاء الأعلى إذ يرفع هذا الطلب فإن الأمل يحدوه في الاستجابة إلى رغبة أعضاء المجلس في تحقيق هذه الرغبة لما عهدناه في سيادتكم من حرصكم على صون القضاء والحفاظ على استقلاله. سدد الله خطاكم وتوقيع اعضاء المجلس. مفيش التماس. ما انا بقول يعني فين بقى الالتماس؟ ده اكد ده كلمه يعني نلتمس ونترجع ونرجو. وبعدين هو بيقول ايه؟ احنا هي صيغه يعني او خروج مشرف للازمه اللي عملها المستشارون للاستاذ رئيس الجمهوريه. مش يعني المجلس القضاء الاعلى ما كان ممكن لا يتقدم هذا ولا يكتب هذا مثل هذا الحديث، لان النائب العام قال له انك انتوا فهمتوا ان انا وافقت وانا ما وافقتش، يعني عشان هيبقى هناك مخرج له. وانا عايز ارى يعني انا مش عايز اقف قوي يعني عند كلمه التماس، لكن مع ذلك انا عايز اقول ان التماس بالعدول عن القرار معناه جواز ان يصدر القرار. قصدي خطيره شويه. انا عايز اقول لاخونا الدكتور ياسر حتى لو هم كتبوا كلمه التماس احنا ما نقولهاش، لكن فما بالك هم ما لوهاش، هم بيوضحوا انه لم يوافق. بس مش دي القضيه برضو. القضيه ان الذي يعدل عن القرار يكون له حق في الاصل ان يصدر القرار. يا فندم مفيش حاجه اسمها دول عن القرار اصلا، لان القرار غير موجود. قرار رئيس الجمهوريه حتى لو صدر غير موجود. مهم جدا. هو اصلا كمان مجلس القضاء العاش ما طلبش من رئيس الجمهوريه العدول عن القرار. يا فندم ما احنا قرينا الخطاب. انا عارف رغبه النائب العام. انا عارف انه وضح. بس انا عايز اوضح مساله قانونيه هم. يعني هو الخطاب بيقول لو كنتوا فهمتوا غلط يا ما انا لا. برضو المعنى اللي انا عايز اركز عليه مش ده، ان عشان رئيس الجمهوريه يعدل عن قراره لازم يكون هو اصلا له حق اصدار القرار. صح. وهذا كلام لا يجوز. صحيح. يعني انا ما زلت بقول حتى الكلام النظري يا اخواننا لا يجوز. المستشارون يدفعون هذا الرجل الى ان يدخل في صدام مع الرقيب على السلطات اللي هو القضاء. القضاء مش سلطه. القضاء رقيب، سلطه اعلى من السلطات. هو الذي يفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه عند الخلاف، وهو الذي يفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه التنفيذيه عند الخلاف، وهو الذي يفصل بين الافراد والسلطات الثلاثه عند الخلاف. ما فيش حد بيفصل بين القضاء والسلطه التشريعيه. لا ما فيش. هو الرقيب. عشان كده البعض قال لك القضاء مش سلطه يا ناس. القضاء ما هوش احدى سلطات الدوله الثلاثه. ممكن انت تقول الكلام ده على التشريعيه على التنفيذيه. القضاء هو الذي يحكم السلطات الثلاثه ويحكم بينها. انا كمان مش قادر افهم يعني سر نشر السيد متحزب اسم الجمهوريه هذا الخطاب بعد يعني احنا تلينا هذا الخطاب الجمعيه العموميه للنادي القضاء. ولعل ده وصلوا لان بعض القضاة جاءوا الينا وقالوا لنا ان المكان لا صح مجلس. شكله قال وقلنا يعني انتوا قلتوا واحنا قلنا واحنا هننشر وانتوا تنشروا. التوقيت بقى يا دكتور، لماذا ينشر الدكتور ياسر علي الان هذا الكلام؟ يعني هو احنا التمسنا وعايز ياكد ان احنا يعني لماذا ينشر هذا الخطاب الان؟ لا يعني لماذا؟ لان احنا تليناه من ساعات في لما القضاء استاءوا وقالوا احنا ازاي مجلس يلتمس العدول عن قرار هو اصلا منعدم. صحيح. فانا بقى هقول لحضرتك ليه بينشروا الان. انا عندي الاجابه. دقيقه واحده. الاستاذ مختار نوح عنده الاجابه، هيقول لنا ليه بينشروا الان. ما هو بقى اخواننا المسلمين بعد الفاصل.